بوكس نيوز السندريلا ورئيس الجمهورية كنا باش نحكيو عليه البارح، ولكن ما كفانيش الوقت باش نحكيو من بعد في الكونسي على الأراضي والنواب اللي استولوا على أراضي والكلام اللي قالوا البارح رئيس الجمهورية، ولكن فما كلام آخر قالوا نهار الجمعة في علاقة بالاستفتاء وبالاستشارة ولا حوار. حديثنا هنا على الاستمارة، التفاصيل كما قلت أنت رفيق قيس سعيد حكي على الحوار، وهو قال نوع جديد من الاستفتاء لكن ليس استفتاء بالمعنى التقليدي، وقال انه العمليه باش تكون عبر استماره تنظم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. باش نعرفوا اكثر تفاصيل خلينا نسمعوا ايش قال. التصور العام هو نوع من الاستماره عن طريق الشبكات التواصل التي لا اتقنها تماما ولا اعرف استعمالها اصلا، لكن بسبب قادر على ذلك نوع من الاستمارات وتوزع ثم يقع التاليف ثم يتم بعد ذلك وضع هذه المقترحات والتصورات المتصلة بالنظام الدستوري أو المتصلة بالدستور والمتصلة بالنظام الانتخابي، وسنعمل على أن يكون ذلك في وقت قياسي كأنه نوع من الاستفتاء. بطبيعة الحال يمكن اللجوء بعد ذلك إلى الاستفتاء، ولكن الاستفتاء يجب أن يكون محاطا بكل الضمانات حتى يحقق إرادة الشعب ولا يكون أداة للديكتاتورية المقنعة التي تعمل تحت غطاء الدستور. كما قلت الاستمارة كما قلت باش تكون موجودة في شبكات التواصل الاجتماعي وتوزع، ثم يقع التأليف بينها ويتم وضع المقترحات والتصورات المتصلة بالدستور والنظام الانتخابي. تعليق توينسا كانت منقسمة كما العادة، فما اللي قال هكا القرارات ولا لوح اللي كتب الرئيس هو رئيس الشعب، كيفاش رئيس ديكتاتوري ويحب يشاركنا معاه في القرارات، ما عادش تقولوا عليه ديكتاتوري، واللي كتبته وهكا يا سي قيس سعيد شباب طاج باش يشارك في قرارات مهمة تخص الدولة، واللي تسائل وقال والله لاني فاهمة وبعد كيفيه باش يختاروهم اللي باش يشاركوا. ونوفا بتعليق هذا ملا قيس سعيد مختلف في كل شيء على حسب هذا باش تبطى. يلا سيدي استمارة فورمولير باش يتعمر عن طريق تطبيق هكا شفهمنا معناه الناس كل باش تولي عندها اكسي للتطبيق هذايا الابليكاسيون. 12 مليون بيانسور اللي عندهم العمر معنيين بالاستمارة هذايا يدخلوا يعمروا الفورمولير في علاقة بالنظام السياسي ونظام الانتخابات وغيره وكذا، فاهم أكثر منا محمود؟ إيه هو العملية واضحة رأي، وهذه نوع من الديمقراطية التشاركية معناتها ماهيش بدعة، هي اليوم الاختلاف هاو قل لك يجب نقول لك اليوم البلدان حتى الأوروبية اللي مشيت في الديمقراطية التمثيلية والأحزاب السياسية وما إلى ذلك تراجعت في وقت من الأوقات. تذكر 2004 وقت اللي بشي يعملوا تي جي في بشي عاديو تي جي في في برشا بلايس من الاتحاد الأوروبي، ما حلوا النوع متاع الاستمارات هذه باش يسألوا المواطنين، لأنه تي جي في تعرف فيه عنده مشاكل متاع حس ومشاكل متاع راضي ومشاكل متاع ما إلى ذلك، وبالتالي حلوا هالديمقراطية التشاركية هذه باش العباد تنجم تعبر على رأيها. المواطنين الكل ماهوش نوع متاع استفتاء، هذه نوع متاع استفتاء ولكن مغاير، ولهنا ندخلوا في نظرية الديمقراطية التشاركية. هي النظرية ما موجودة ومعمول بها الاستمارة. تقول لي كيفاش؟ تقول لك سي اون ابليكاسيون تدخل تعمر، هل انك مع النظام ساعة الرئاسي او البرلماني، وفي النظام الرئاسي شنو هو صلاحيات الرئيس وشنو هو صلاحيات رئيس الحكومة، وانت تفكر شيء ومنها باش نبني عليها خيارات معناها معناها كي مثلا عمرنا 10 مليون استمارة 9 مليون اختاروا نظام، كيفاش نعرف انا شنو اختاروا؟ الكنترول ما عنديش، ما نجمش نشوف، فماش مراقبين الرئيس والرئاسه يشوفوا معناها هو راهو هذيا معناتها الابليكاسيون راهو تعملوا تو. سامحني انا ريت مثلا عندنا اي ووتش في وقت من الاوقات حلت عملت ديزابليكاسيون تاع مسائل هكا مثلا بوصله في البرلمان عملت ديزابليكاسيون مش كيف مش كيف هنا تقرر في مصير بلاد بوصله على روحها تخدم. نحكي لك معناتها الامثله راهي موجوده، تنجم تكون فما تحت اشراف منظمات، تنجم تحت تكون حتى تحت اشراف الهيئه المستقله للانتخابات. سي براتيك تو العباد الكل على التابلت نتاعها رفيق، معناتها كل واحد ينجم يدخل تنجم تدخل تنجم نمشي. وصحيح باهي تقول لي فما 4-5 ملايين، انا نقول لك اليوم لو توت بينيتراسيون تاع التليفونات هذوما اندرويد انتليجون عند التوانسه يفوق 70% 70-80%، ما تقوليش معناتها يبدا قاعد
في اخر بلاصه في 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 تولي كونيكتي ويدخل معناتها واللي يحب يشارك راهو باش يشارك معناتها ما يلزمناش نقولوا راهي العمليه مستحيله العمليه لا ماهيش مستحيله احنا تعرفوا اللي اليوم كان تمشي الدوله اي وكاميرا فيه كان تمشي الدوله في حكايه ليدونتيفيون يونيك كذا تزيد تسهل برشا اش معناتها معناتها كل مواطن رقم بطاقة تعريفه ينجم يشارك في هالمسألة هذه ونخرجوا من المسألة بتاع الانتخابات ويمشي يحط صبعك في الأحبار أنا جربناها شارجي التليفون ويمشي معناها شارجي التليفون جوست معناها احنا معاش نتكلم معك شوية جربنا الانتخابات اخترنا عباد ما كانوش في المستوى نلغيو الانتخابات اي احنا ما قلناش باش نلغيو الانتخابات بريس يا برهي انا خلينا نسمع برهي محمود ما نتصورش انها بديل على الانتخاب ماهيش بديل حتى الرئيس نفسه يقول مرحلة أولى ثم نمشيو للاستفتاح في كل الحالات لكن المرحلة الأولى باش تكون مهمة خاطر باش تهز الرأي العام وفق نتائجها في اتجاه تحريض معين على التصويت لهذا المشروع دون ذاك تبقى نظريا ديمقراطية تشاركية حاجة خارقة للعادة وتمنيت حتى التشاركية هذه صحيح فيها نفس جديد فيها أسلوب جديد خارج على المألوف لكن كم من المألوف ما نطيشوهش زاد الأحزاب ما نطيشوهش منظمات الوطنية ما نطيشوهش الجمعيات ما نطيشوهش تونس فيها الشعب الكريم زاد فيما فيها نخب ما يسيرش يا سيدي هات نسمعوهم كي طلعوا هما فاسدين وهزوا البلاد كذا أم مش مشكلة يبديوا رأي لكن الإطار توا وكان متوقع هو منذ المستقبل نقطة ونخليك تكمل راهو هالفاسدين اللي هزوا البلاد الهاوية راهو انتخبهم الشعب وفما شعب انتخب عباد يعرفهم فاسدين الكناتري كناتري واللي يفك في الفوسفات يفك ويعرفوهم يعني نعرفوهم بالاسم ويمشي ينتخبهم وب 20 دينار ينتخبهم هو بيد والشعب هذا انت اليوم باش تعطيها صلاحية عن طريق الفورمولير والابليكاسيون ورد بالك الناس كل تنجم تنظر للاخرين كيف سيد راهو ويطلعوا لهم الواحد الناس كل لكن واقعيا تو اجرائيا محمود انت تعرف اليوم في العالم هذايا تناقش فيه حتى أوروبا هو عالم غير مأمون هو عالم مخترق هو عالم اليوم أوروبا تواجه أكبر تحدي سيبرني هو تحدي الاختراق الصيني الصين توا دخلت في شبكات الانترنت خلي الروس خلي الروس خلي الشبكات خلي الشركات الدولية اليوم 12 مليون التونسي شنو يا ضمانتي ما يشاركوش معاهم 14 مليون بنغالي والله العظيم اليوم تعرف لي فو بروفيل تعرف التقنيات التكنولوجية المتطورة قد ما نوصلوا لهنا حمائيا في تونس وباقي قلت لك البنتاغون وما أدرك ما البنتاغون وإجراءاته الحمائية اليوم عاجز قدام الاختراقات الروسية والصينية وغيرها اليوم شكون قال لك ما تحصليش مانيبيولاسيون يدخلوا لي 14 ألف بنغالي واندوليسي ودرا شنو يقرروا بالطبيعة شنو الثمن اللي الكونستالي باش تخرج يعني به هو الصينية الأمر إجرائيا مسألة مدعوة أن نخبوا فيها مليح مازلنا باش نحكيو ميغال وتخاف من التحديات السيبرنية اليوم السيبرنية خاصة هذه الروسية الصينية كما قال سي بولين الحمد لله ركزت معها خاطر عرفت باش تسالني السؤال هذا غزرت زيادة السيبرنية صحيح هكا ولا السيبرنية أنا مع تحضرت كلمة باش نقولها سالتي على السيبرنية أنا مع الخلوة المهم تتكلم على أمك أنا باش تسمعك خاطر أمي ربعة سيبرنية أمي سيبرنية ولا سيبرنية تحية السيبرنية الكل لا والله محمود سامحني مع الفورمولير ولا لا يا ودي مش معاه 12 مليون ومحمود رد هنا باهية والابليكاسيون عبارة وعنده نتائج محمود وعنده نتائج محمود عنده نتائج قبل ما نسوي برجولية محمود بلاستيك في القصر والله بربي هزوه والله الابليكاسيون أقوى من الابليكاسيون بتاع ستيف جوبز وردهم أقوى وقال لك يا ودي فضايح محمود مش تحاسبوا نعرخ قدام ربي تو تشوف يلا في انتظار نتحاسبوا قدام ربي نسمعوا فاصل صغير ونرجعوا لكم فهمت شيء في التحليل بتاع زياد تدخل رشيد والله عندي سؤال انا رفيق ربي لحق الابليكاسيون تاعنا محمود باش تحاسبوا قدام ربي مقهور يا ربي مقهور قوة نتاع اقناع من جريمو هذا هو الشباب اللي باش يدخل على الاستماره هذا يدخل على الاستماره ويحدد مصير تونس كيف وكيف واحد ماخذ دكتوراه كيف واحد عامل السياسه كيما زياد حسبي الله ونعم الوكيل في كل شيء مو في ثوب كرونيك مش اوفتالمو اوبتيسيان وي سي لا كان عندي سؤال قال برهين فما ديفو بروفيل ينجموا يدخلوا ولا ما نعرفش انا بلادي اخي ما فما ما ينجم يكون في الفورمولير بطاقه تعريف نمرو بطاقه تعريف معناها فكت الكلمه مش قلنا عندنا بطاقه تعريف نجموا ندخلوا بها هذه الشيء بالي مش عامل فورمولير